مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية، ومن الجهراء تحديدا نلتقيكم الليلة في أكبر محافظة بالكويت واللي تقدر ب 64% من مساحة إجمالي مساحة الكويت، وفيها عدد سكان كبير. هذه النسبة الكبيرة وهذا العدد الكبير أكيد يحتاج إلى خدمات كثيرة تلبي احتياجات كل من يعيش في هذه المحافظة، محافظة الجهراء. إحنا بدورنا مثل ما يقولون ما نحب ننظر فقط إلى الجزء الفارغ من الكوب ويكون برنامجنا مقتصر فقط على مساحة للنقد والشكوى، لكن بنفس الوقت هم ما نبي نجمل الصورة هروبا إلى الأمام. مواجهة الواقع والتحديات شيء مطلوب منا جميعا كمواطنين ومسؤولين أيضا. تفاعل المسؤول بإيجاد الحلول أصبح الآن واجب وطني. منبر المواطن في الجهراء راح يكون بمثابة همزة وصل وحلقة وصل ما بين المسؤولين وما بين المواطنين لتقريب وجهات النظر وللحديث بصوت عالي والتعبير عن آرائهم، وأيضا لوضع الحلول لبعض المشكلات اللي تواجهها أو يواجهها الساكنين في هذه المحافظة، لأن المسؤول مواطن قبل كل شيء والمواطن مسؤول بعد كل شيء. وفي الجهراء الكل مسؤول عما يقول وعما يفعل، ومثل ما يقولون الجهرة وهل الجهرة قول وفعل. تقرير نرجع لكم. مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدينا في منبر المواطن اللي متواجد حاليا في محافظة الجهرة تحديدا. اسمحوا لي بس أرحب بضيوفنا اللي شرفونا اليوم ومتواجدين معنا في برنامجنا، وأكيد أرحب بالسادة المواطنين والمواطنات اللي ساكنين تحديدا في هذه المحافظة في منبر المواطن. أرحب فيكم تباعا الدكتور محمد عويض العجمي مدير منطقة الجهراء الصحية، العميد صالح عقل العازمي مدير أمن محافظة الجهراء بالإنابة، الأستاذ حمد السعيد مدير الشؤون التعليمية ومدير منطقة الجهراء التعليمية بالإنابة، والمهندس ثامر المطيري مدير بلدية محافظة الجهراء، وأخيرا المهندس أحمد عيد المطيري مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات في محافظة الجهراء بالتكليف. حياكم الله نورتونا، لأن اليوم الكلمة كلمة المواطن والمنبر اليوم منبر المواطن، فاسمحوا لي أنتقل للمواطنين والمواطنات اللي حاضرين معنا وشرفونا اليوم في محافظة الجهراء في منبرهم يعبرون فيه عن رأيهم، في حال كان في مشكلة حابين يتكلمون عنها، في حال في قضية حابين يلتفتون لها، أو حتى ممكن في بعض الحلول أو المشاركة. إحنا اليوم جايين نحاسب، إحنا اليوم جايين نقرب وجهات النظر ما بين المواطن والمسؤول لوضع حلول للمشاكل اللي يعانون منها سكان هذه المحافظة. في أي شخص عنده أي استفسار في أي مجال يتفضل معنا في منبر المواطن، تفضل. إحنا في الجهرة نفتقد للأماكن الترفيهية في الكويت بالتحديد. إحنا عندنا موارد كثيرة، عندنا مرتفعات جبلية، عندنا شواطئ مثل جبل الزور وغيرها، عندنا واجهة الجهرة، عندنا مجموعة حدائق، حديقتين من أكبر الحدائق في الكويت. لذلك نتمنى من بلدية الكويت أو بلدية الجهرة الاهتمام في تجميل وتطوير الجهرة ترفيهيا، يعني بإمكانكم استغلال الحدائق هذه في إنشاء مراكز ترفيهية، ألعاب مبسطة للأولاد، استضافة مجموعة من المشاريع الشبابية، الفود ترك وغيرها، إنشاء كونتينرات للترفيه مثل ما هو قاعد يحصل الحين في شارع الخليج، إشراك القطاع الخاص في إنشاء هذه الأماكن الترفيهية. ماكو مشكلة، يعني بلدية الجهرة موردها من الدولة وأيضا تحصيل الرسوم، لذلك مطلوب منا تجميل الممشى في الجهرة، الحدائق، تطوير الأماكن الترفيهية، تخصيص بوليفارد مثل دول الخليج. إحنا عندنا سراحة الحجاج مهملة، ما أدري إذا كانت تابعة لوزارة الدفاع أو أي جهة حكومية، لكن بإمكان البلدية طلب تنازل عن هذه المناطق. الجهرة تزخر في جميع الموارد، إن قلنا بر ولا بحر ولا حدائق، لذلك وين دور البلدية في المبادرات الترفيهية في الجهرة؟ إحنا فنادق ما عندنا. مهندس ثامر ردك على المواطن. أول شيء أشكر له مقترحاته، صحيح هذه تفتقر فيها المنطقة. طبعا مثل ما أنت عارف إحنا كبلدية فرع الجهرة هي تنفيذي، هالمقترحات ممكن أخذها معك واللي يقرها مجلس بلدي، طبعا في خطة الكويت طبعا، وفي المجلس بلدي يقر أي اقتراحات. طبعا تعرف تخصيص الأراضي، الأمور الترفيهية، توزيعها على أي كان أي جهة أو أي شركة يتم
عن طريق المجلس البلدي. يعني قدمته والمهندس ثامر؟ في تقديمات، في نعم في، بس هم ما يمنع ان نروح كذلك المجلس البلدي نشوف شنو اللي تنقص المحافظة من الخدمات او من اللي هي الترفيهية، المناطق الترفيهية او تجميلها كذلك باستغلال البر. بر كاظم يعني المنطقة الوحيدة اللي فيها ارتفاعات بالكويت موجودة هنا. المنظر يعني يشوف، تشوف البحر وتشوف الديرة منه. في احد من المواطنين عنده اي استفسار؟ اتفضل اخذكم كذي بتدل. انا اول سؤال عندي لوزارة الصحة، اليوم المبنى اللي قاعد يصير هذا يعتبر مدينة طبية، العمران ممتاز جدا، بس انا بالنسبة لي انا كخدمات كمواطن غير مستفيد منها، لان اليوم انقلوا العيادات الخارجية للمبنى الجديد، اصبح لي قاعد يجي المستشفى جهرة ناس كبار السن المرضى، فبالتالي لما يروح للعيادة الخارجية مثلا عيادة السكر ياخذ له وقت طويل وهو يمشي، ما في خدمة مقدمة له، خاصة كبار السن ومرضى سكر، ويجيك مرات صايم عشان يفحص مختبر. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم الرعاية الأولية اليوم لازم نطورها عشان نخفف الضغط على على المستشفى. اليوم الناس تراكم في المستشفى، والسبب انه يعني في اشياء بسيطه ممكن المستوصف يؤديها، خلوا عطوا صلاحيات للمستوصفات، خلوا فيها مختبرات. اليوم الكمام مو موجود بالمستوصف، يعني انا محتاج كمام يعني اروح اشتريه من الصيدليه زين، واذا عندي 4 أطفال ولا 5 أطفال يحتاجون كمامات راح اشتري كل واحد كمام، ولا اروح للمستشفى انطر 2 أو 3 ساعات عشان كمام؟ ما يصير. دكتور محمد نبتدي معك بس على الجزئيه اللي تخص الصحه. في بعض الامور تتعلق بسياسات تشغيلية من قبل الوزارة، فعملية الدربات أنها تنعطى في المستوصف هذه من زمان وقفتها الوزارة، لأنها فيها تتطلب يكون عندنا سيفتي حق المريض، مثل ما هي تستخدم للعلاج فبعضها له أضرار كبيرة جدا، وخصوصا إذا استخدمت بكثرة. أنا قاعد أدخل على الوريد وقاعد أدخل على القلب وبعض المحاليل عالية التركيز بعضها، واحتمال كبير ما يحتاجها الطفل. فعملية سياسة أني أنا أعطي الدربات والمغذيات في المستشفى ما عدا في الأمرجنسي، لو جاني واحد شفت أنه محتاج أن أحط له درب وأوديه ركبه بالإسعاف وأوديه المستشفى هذا ممكن، أما أني أعطي دربات علاجية في الرعاية الصحية لا، تعطى في المستشفى. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للعيادات الخارجية، العيادات الخارجية تصميمها من التصميم الأساسي والإنشاء عبارة عن زونات، يعني في مثلا القلب وفي حق الأمراض الصدرية وفي حق الجراحة والجراحات التخصصية، كل منطقة عندنا في الدور الأول والدور الثاني، والعيادات القلب موجودة في الدور الثالث. فأنا لو بحط كل مكان عنده مختبر وكل مكان عنده صيدلية صار عندي يعني تشتيت بالنسبة للخدمات، وما راح أقدر أوفي أن كل مكان كل 3-4 غرفة أحط طاقم لسحب الدم وطاقم وصيدلية وكذا، مستحيل هذه. فعمل الآن ما أدري أنت ممكن مريت على الصيدلية ولا لا، الصيدلية الآن يعني يمكن حتى الانتظار والويتنج صار أفضل بكثير من قبل. يعني دكتور يقول لك 2 ساعة على ما يدخل، يعني إذا المريض وصل وقعد 2 ساعة. أتكلم عن العيادات الخارجية وتطرق العيادات الخارجية وتطرق للحوادث. نعم ملاحظة الحوادث راح أجي لها الحين، بس بالنسبة للعيادات الخارجية في تحاليل تنعمل قبل الزيارة القادمة، يعني ما ألزمك أنك تسويها الآن تطلع من عندي. عادة أكثر مراجعين العيادات الخارجية يعطى موعد آخر ويسوي تحاليل الأسبوع اللي قبله أو 2 أسبوع قبل الزيارة، وتطلع نتائج عند الطبيب على السكرين، ما يحتاج أن يروح يأخذ العينة ويرجع فيها وكذا. عندنا احنا مشكله كبيره جدا، ونرجو ان يكون في تعاون كذلك من المواطنين ومن المراجعين. احنا عندنا في موقف خاص حق المستشفى بسعه 3500 موقف، وعاده تدخل سيده تلاقيك تدش على العيادات، وفي هناك ويلشيرات، واحنا نرحب باي اقتراح شكوى ملاحظات. انا مكتبي مفتوح، يا ريت بعد يتحدد الوقت ويتحدد القصور عشان نقدر يعني نرجع لمدير المستشفى، نرجع للعلاقات العامة، بس موجودة الدراجات، وإذا
موجودة دكتور لكن عددها بسيط يعني مقارنة يعني المرضى اللي قاعد يوصلون للمستشفى وممكن كبار السن اللي متواجدين في هذه المحافظة. عن في المراجعين نقول ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، نقول عن كبار السن، كبار السن هذا يحتاج مني أني أحط له ويلتشير، وعددهم يعني كبير بالأخير في هذه المحافظة. والله أنا أفتكر شوفين إحنا كان عبارة افتتاح مستشفى الجهرة كان عبارة عن تحدي كبير، تحدي كبير يعني من 2019 بدأنا في مستشفى الجهران الجديد، ويمكن العيادات الخارجية نقلناها بس في شهر 10 اللي طاف السابق. نعم أي نعم أي نعم. فإحنا الآن في تجربة، لو في تحسين وفي تعديل نأمل ذلك أكيد. إحنا هذا اليوم يعني وجودنا بالعكس، إحنا يعني ملاحظات الأخوان هي 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 بوابتنا، هذا اللي نحتاجه، المشاركة يعني بالإصلاح والمشاركة. إحنا أي شكوى أي اقتراح أي ملاحظات عبارة عن مرآة نرى أنفسنا فيها. وموضوع الكمامات، أنا أقدم خدمة وهو متلقي خدمة، فإذا أنا أقدم خدمة هو ما تعجبه فأنا لازم أراجع. وبالأخير أنت مواطن قبل لا تكون مسؤول يعني. طيب الكمام هذا مع كورونا وبدأنا في من احتياطات اللي هي منع العدوى، أنا ما أقدر أعطي الطفل هذا الكمام وأجي أعطي الطفل الثاني، فقلنا يستحسن أن كل واحد يشتري جهاز ونسوي له تريننج، ندربه على استعمال الكمام يستخدمه في البيت، فبعضهم يستخدم يعني جهازه هو الخاص فيه. البلدية يعني بفضلها أصبح السكن الخاص سكن استثماري. نعم. تعالوا للجهرة القديمة للغصر، بيوت 600 متر، البيوت القديمة كلها انهدمت، انشرت وانهدمت وانبنت عماير استثمارية، بعض البيوت صار فيها 36 شقة، لدرجة أن أهل المنطقة طلعوا ومو لاقين مواقف سيارات، بيت فيه شركات يوصل 500 عامل في بيت واحد. المخالفة تمشي بإجراءات عندنا، أنا محرر مخالفة ما أقدر اليوم أزيله لأن داخل سكن خاص، مثل ما تفضلت سكن خاص له إجراءاته، لازم المخالفة تروح لدرجات التقاضي، عندنا محكمة الكلية استئناف للتمييز لأن يصدر حكم يا الله أقدر أزيله. هذه ما تشوفها، هذه كذلك تشوفها بالأدوار المخالفة، ما في عطني بيت قول لي هذا مو مخالف طلع لك شنو إجراءاته، مستعد الإجراءات ماشيين فيها، بس هذه درجة التقاضي تعرف المحاكم تقعد لوين لين توصل التمييز لين يجينا حكم فيها. هذه واحدة تطرقت لمشكلة اللي يبني وينكم ما تشوفونه لا شايفينه، هو من يوصل التيار لأن إحنا نطلع عليه بالكشف ما نصف التيار الكهربائي، شلون يبني شلون قاعد يبني بترخيص بس عفوا بس أعطني شوي مجال أرد على النقطة، يرخص يوصل ليه إيصال التيار الكهربائي، بعد ما نوصل له خلاص صار له محصن بيته ما أقدر أدخله، بعد ذلك يقسم وصل تيار أنا ما أقدر راح أخالفه، وهذا اللي أقول لك أعطني البيت هذا إذا عندك بيت مو بيت أعطني 10 بيوت راح أوريك مخالفاتهم وإجراءاتهم اللي تمت عليها. طيب مهندس ثامر يعني لك مقابلة قبل هالمرة طلبت بأهمية إنشاء محكمة خاصة تابعة لبلدية الكويت لتطبيق مخالفات البناء وتنفيذ الأحكام بشكل سريع على ما أعتقد. نعم هذا شنو صار عليها؟ هذا المقترح ومقترح كذلك يعني مقترح صار له سنة تقريبا بس مو عندنا رافعينه، بس حاليا كذلك رفع ما أدري منه وراد من وين من المحكمة أو بس إحنا مرفوع بلدية ونطالب فيه لتفعيله، هذا راح يحد أكيد هذا طبعاً. اليوم لا حكمت نفس المحاكمات المرورية تنزل على طول وغرمك على طول، بس أما أروح درجات التقاضي هذا اللي خلي الأمور تزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. عليكم السلام. ما هي الخدمات الاستباقية اللي أنتم حابين تقدمونها للمواطنين في محافظة الجهراء؟ جميل. أنا أتكلم عن خدمات استباقية اللي المبادرات طبعا حاليا المواطنين الموجودين قاعد يطالبون بالخدمات التفعيلية، ولكن خدمات استباقية انك انت تتكلم عن المبادرات اللي راح تنوي تقدمها للمستقبل سواء انت موجود في منصبك او انت مو موجود في منصبك. بالنسبة للمقترح لتقليل الحوادث للداخلية طبعا فيه محلات تبيع اطارات بالون اللي يستخدمونها الشباب واللي قاعد تكثر تسبب الحوادث، غير ذلك عندك في بعض المحلات قاعدة تبيع أجهزة مزعجة صوتيا، فالمفروض أن هذه المحلات أنها تتخالف
وأن تتحاسب الأشخاص اللي قاعد يبيعون الإطارات السيارات البالون. طبعا هذا مقترح لكم أنتم إخواننا بالداخلية وسلامتكم. نترك يعطيك الصحة والعافية. شكرا. طبعا احنا ننبه في توعية مرورية دائما على إخواننا اللي هم سائقي السيارات بالانتباه وعدم تجاوز السرعة اللي قاعدة تصير وعدم استخدام الهاتف النقال. أما بالنسبة للمحلات اللي تكلم عنها تبيع إطارات، في إدارة، في إدارة عامة للمرور، إدارة الشؤون الفنية عندهم قسم مختص بمخالفات هذه الجراجات وشغالين على الجراجات هذه، بالإضافة إلى إخواننا في وزارة التجارة، أعتقد مفتشي وزارة التجارة قايمين بدورهم عليها. فأعتقد يعني بالنسبة حق موضوع الحوادث هذه، الوعي المروري للسائقي المركبات عندي أفضل ألف مرة من الإجراءات اللي قاعد يأخذونها ربعنا اللي هم شغالين عليها الحمد لله وماشين عليها، وعندنا إحصائية كاملة فيها لهم مع الأخوان. اسمحوا لي بس، هو منبر المواطن، يعني منبر المواطنين اللي حاضرين معنا، وأيضا منبر المواطنين اللي يمكن ما حالفهم الحظ وما قدروا يتواجدون معنا اليوم في محافظة الجهرة، فعندنا استطلاع خلونا نشوفه. في بعض الأسئلة موجهة أكيد لضيوفنا، ونرجع ناخذ أسئلة الضيوف اللي متواجدين معنا من المواطنين والمواطنات في محافظة الجهرة إلى الاستطلاع. شفنا معاكم أسئلة المواطنين في هذا الاستطلاع، وراح أخذها بشكل مختصر وسريع. بداية معاك دكتور محمد، أحد المواطنين في الاستطلاع قال: ماذا بشأن فتح مراكز صحية أخرى في العطل ونهاية الأسبوع بدل ما يكون مستوصف واحد فقط؟ وانت عارف يعني محافظة الجهرة من المحافظات يعني الكبيرة واللي فيها عدد سكان كبير جدا. تطرقنا قبل شوية للخطط المستقبلية، وفعلا هذه على خطتنا أن يكون في هناك مراكز صحية مخافرة، لأن الآن عندنا في منطقة الجهرة في سعد العبد الله في مركز واحد مخافر، وعندنا كذلك في القصر وفي الجهرة. فالخطة القادمة بإذن الله عز وجل ما بين العيون وما بين الواحد يكون في عندي كذلك مستوصف أو مركز صحي مخافر، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نسعى أن يكون في أكثر من مركز بنظام الخفارة وكذلك تمديد ساعات العمل. دكتور، أعتقد تم تمديد ساعات العمل مركز سعد العبد الله قطعة خمسة، يعني بدل لا تكون للساعة تسعة هذا بنظام العمل الإضافي مدناها إلى الساعة 12، وفعلا خفف علينا. بس بإذن الله عز وجل خلال الفترة القريبة هذه جدا راح يكون عندنا جاتي ماء العيون نفاضل بينهم، نشوف وين في أكثر أرقام وين في أكثر زحمة، لأن سنتين هذا قريبين من بعض، مش تيماء الواحة، الواحة والعيون قريبة عند بعض، فراح يكون عندنا واحد منهم بإذن الله تعالى. أستاذ حمد، تم التطرق لموضوع تكدس أعداد الطلبة في الصفوف ونقص عدد المدارس في كل المراحل التعليمية في محافظة الجهرة. أي نعم، هذا كلام صحيح إني مو التكدس، إحنا نسمي زيادة نظرا لأن من 10 سنوات تم إغلاق 6 مدارس آيلة للسقوط وفيها خلل من قبل وزارة الأشغال، ولم يتم بناء مدارس جديدة للأسف. أيضا عندنا منطقة جديدة الشرطيماء اللي هم أعادوا سكنهم، أيضا تقريبا شملت فوق 220 عائلة، أيضا هذولي سووا كثافة عددية بالمدارس، لكن إحنا نتأمل أن بالقريب العاجل أن المدارس هذه يتم تأهيلها مرة أخرى أو يتم هدم وبناء، وتحتاج إلى يعني فترة زمنية إلى أن في مقترح لهذا الموضوع، وهنا مقدمين مقترحات كثيرة ومع المجلس البلدي يعني في هذا في هذا الشأن، يعني موعودين إن شاء الله كل خير، لأن إحنا جهة كوزارة التربية جهة تستفيد من الخدمات، يعني مو احنا دورنا ان احنا نبني، لكن احنا مقدمين خطه وعندنا يعني تعاون كبير مع البلديه وواعدين خير ان شاء الله باذن الله. باذن الله تعالى بالاخير هي جهود مشتركه، يعني ما في شك تحتاج الى تضافر مؤسسات الدوله ووزاره الدوله المعنيه. طبعا مشكله سكان او سكن العزاب عفوا كما وصفها المواطن في تقرير الاستطلاع، اعتقد يقصد فيها العماله، يقترح بتخصيص مكان لهم على طريق السالمي أو الصبية. مهندس تامر، طبعا هذه المدن العمالية موجودة ومقترحة وأماكنها مخصصة بس للتنفيذ طبعا من القطاع الخاص والترسيتها، هذه راح تحل مشكلة العمال.
طيب مهندس نامر، يعني في لجنة أعتقد لسكن العزاب، بس بصراحة أنا ماني عارفة هي تبع منه، هل هي تبع البلدية؟ أي نعم، هذه اللجنة مشتركة برئاسة البلدية، وطبعا فيها أعضاء من الداخلية، من الطاقة المدنية، عدة جهات. شنو دورها هذه اللجنة؟ دورها لتتابع الشكاوي والحملات اللي تقوم عليها جميع المحافظات بالنسبة لسكن العزاب. طبعا عندنا، نتكلم على الجهرة، عندنا حملات قمنا فيها بالقصر والجهرة القديمة لسكن العزاب، وتم قطع 97 تيار كهربائي عن عقارات مخالفة لسكن العزاب. طبعا هل كافية قطع التيار؟ لا مو كافي، أنا مع تجديد العقوبة احنا طالبين ان قطع التيار في قطعة، إذا كان سكن عزاب، إذا شال العزاب يرد له ويرد مرة ثانية، وإحنا نطلع مرة ثانية على نفس الطريق. وهذه الإجراءات تأخذ وقت تحري. أحد الملاحظات بالاستطلاع تخص شوارع المحافظة بشكل عام، المواطن قال أنها تحتاج صيانة، تحتاج إلى تجديد، وبالأخص النسيم وسعد العبد الله والعبدلي. مهندس أحمد. طيب العافية. بالنسبة لصيانة الطرق في المحافظة حاليا، احنا سوينا خطة دراسة كاملة على المناطق المحافظة. نعم. فاحنا مقبلين ان شاء الله بإذن الله على عقد قيمة 12 مليون لعمل صيانة للمناطق، القصر كاملة، منطقة القصر بجميع قطعها، منطقة القيروان بجميع قطعها، والنهضة واحد واثنين وثلاثة. بخصوص المناطق الأخرى اللي هي النسيم والنعيم، هذه ضمن خطة الهيئة العامة، بالنسبة للخطة ضمن خطة الهندسة الصحية لاستبدال البنية التحتية في المناطق المذكورة، النسيم والنعيم، لأن سيتم استبدال البنية التحتية، شبكة المجاري، الصرف الصحي، الأمطار، الأسفلت، كامل خدمات للمنطقتين هذه. الكلام جميل، بس أوكي أوكي، هذا الخطط اللي موجودة، وإن شاء الله بإذن الله إحنا مقبلين خلال الفترة القادمة على العقد هذا اللي أقولك عنه، القصر اللي راح يستوعب جميع المناطق. إحنا عندنا حاليا ترى الجهرة 11 منطقة. نعم. إحنا سوينا صيانة لأربع مناطق اللي هي العيون والجهرة القديمة والسعد العبد الله من 1 إلى 7. إحنا المتبقي عندنا حاليا اللي هي مثل ما تفضلتي القصر، العقد من العقد الجديد، والقيروان والنهضة. نعم. والمناطق الأخرى ضمن الخطة اللي راح تكون بإذن الله استبدال بنية تحتية كاملة. فهذا بالنسبة للموضوع. آخر سؤال بالاستطلاع وبعدها أنتقل إلى الأخ لأخذ الأسئلة من المواطنين. السؤال الأخير كان، أو هو مقترح للأمانة، يعني مقترح جميل جدا، أحد المواطنين اقترح للحد من انتشار آفة المخدرات خاصة بالمدارس في هذه المحافظة، بأن يكون هناك يعني بمعنى نقول لجنة ثلاثية من التربية والداخلية والصحة، هل ممكن العمل فيه؟ أستاذ أحمد أبتدي معك، اقترح مقترح جميل جدا، يتم التعاون فيما بينكم للحد من هذه الآفة. المقترح جدا جميل وبوابة لكل يعني عمل خير للطالب نفسه ولأبنائه. فعلا المحور الأساسي اللي ذكره الأخ محور جميل جدا، لابد من أن الجميع يتعاون. أكيد. يعني ما يصير أن مثلا أنا ابني أو الطالب أرسله وأخلي مسؤوليتي. لا، موضوع آفة المخدرات ما في شك أن عندنا في قطاع جميل جدا، قطاع الأنشطة متابع متابعة حثيثة ودقيقة، وأنا متأكد من هذا الكلام. نعم. وموقن، لكن هذا الأمر دائما يكون في سرية لأن في حساسية. يفترض فعلا. نعم. وهو طبعا مرافق له موضوع التفكك الأسري، يعني هم مع بعض. أنصح نفسي وأنا ولي أمر قبل لا أكون مسؤول، وكل ولي أمر من يلاحظ أي ملحوظة على ابنه والمؤشرات واضحة جدا، لا يتردد أو لا يخجل من أنه يقرع الجرس. والكل، كل مدرسة عندنا في وزارة التربية، قبل كان في بس باحث اجتماعي، حين لا، في باحث اجتماعي وفي باحث نفسي فعلا. وتأكد
هذا الرسالة لكل ولي أن الأمر يعني يتم التعامل وياه في بسرية كاملة. وأزيدك عشان الاطمئنان الزايد، حتى مدير المدرسة لا يستطيع أن ينظر إلى ملف المتابعة، يكون دائما عند بسرية الباحث النفسي في السرية. وإن شاء الله إن شاء الله يعني نتمنى الجميع أن يلتفت، وهذا الآفة وغيرها إذا لم يتم التعاون من قبل الجميع ابتداء من المنزل أستاذ، يعني ابتداء من البيت وهي الأمور فعلا. مشاهدينا قبل الله بس أنتقل لسادة المواطنين، حابة أنوه على موضوع مهم عندنا احنا، هاشتاج البرنامج هو هاشتاج اسأل منبر المواطن. تقدرون من خلاله تفعيل هذا الهاشتاج إذا في حال كان عندكم أي استفسار أو أي سؤال أو أي قضية تخص أي محافظة من محافظات الكويت، يشرفنا أن تتواصلون معنا عن طريق هذا الهاشتاج. حتى لو كان في عندكم صور أو فيديو حابين أنكم ترفقونها فما عندنا أي مشكلة. خلوني أنتقل إلى الأخ المواطن معنا من بداية ما احنا قاعدنا كان يبي يسأل. تفضل بالأخ مدير المنطقة التعليمية بالإنابة. ذكرت حضرتك يعني أن هناك 6 مدارس آيلة للسقوط، جزاهم الله خير بالأخوان أو بالأخوات في مدرسة هالة بنت خويلد في منطقة الواحة، هي المنطقة أو المدرسة المتوسطة اللي استوعبت مخرجات مدرسة كاظمة وجزء منطقة القصر ومنطقة أراضي العثمان. الآن هم داخل أسوار هذه المدرسة 1485 طالبة، الكثافة الأعلى على مستوى الجهرة، عدد الفصول من 39 إلى 40 طالبة، عدد الفصول 36. المدرسة بنيت منذ عام 1982 بلا صيانة، آخر صيانة كانت من 10 سنوات. منطق الأمور عندما تسقط عندي مجموعة من المدارس أخذ بند الصيانة وأحطه على هالة بنت خويلد حتى تساعدني في استمرار العملية التعليمية. الله يجزاه خير الأستاذ الفاضل الشيخة العيسى اللي نوجه لها كل التحية والتقدير، وشاكرين بجهودها وكافة الأطقم التعليمية اللي معاها. اطلعنا أنه الساحة الخارجية للمدرسة هي مضطرة وفق العدد الضخم اللي عندها أنها تحبس الطالبات داخل ساحة المدرسة. قلنا لها ليش؟ قالت فإحنا عاينا بالمنطقة كون إحنا أولياء أمور، وجدنا أنه الأسفلت أصلا المتكسر يشكل خطر على حياة الطالبات. فطبعا إحنا نثمن هذه الجهود لا شك، وللأمانة كل المسؤولين الحكوميين إحنا يعني نثمن كل جهودهم، إحنا نعين ونعاون. أشكرك شكرا جزيلا على طرحك الراقي. هو مو بس مدرسة هالة بنت خويلد اللي عندنا 1400، احنا الآن أغلب المدارس للأسف على 1000 و1400، يعني عندنا ثانوية نورية الصبيح 1400، ثانوية ريطة 1405، ثانوية يوسف العذبي 1479. يعني الأرقام هذه يعني تدعو للتفكير أكثر من مرة. نعم إغلاق 6 مدارس أثر ما في شك، لكن أنا أرفع التحية أيضا للجهود المبذولة. لو هذه الأعداد كانت في أي بلد بالعالم، هذه الأعداد يعني أنت لما تكون 1400 طالب في مرفق تعليمي واحد، لو كان في أي بلد بالعالم لازم تصير مشاكل. لكن إحنا الجماعة اللي عندنا هني بكل أمانة وصدق متحملين، وأيضا تعاون أولياء الأمور، إحنا في حلول بسيطة نقدر نسويها ومعطين صلاحيات كاملة لمدراء المدارس، لكن أيضا سلامة أبنائنا وسلامة يعني الصحة النفسية والتعليمية مالتهم عندنا من أهم الأشياء. الحل الأمثل لمدارس الواحة سعد العبدال لابد من التوسع، لابد من توسع البنياني، واحنا ان شاء الله نتامل خير يعني مع اخوان المجلس البلدي. يعني يبلغوني انا شخصيا ان في اراضي خصصت لكم على اطراف منطقه القصر وعلى الواحه، يعني في مناطق في اراضي ان قابله ان
تتجه إلى وزارة التربية، ونتأمل هذا يكون في القريب العاجل. نتمنى يعني الصوت يوصل للمسؤول المعني في هذا الأمر ويتم التسرع في هذا الموضوع، بما أن أكثر من شخص تطرق له فهي مشكلة يواجهها سكان هذه المحافظة. أنا سؤال الأول ممثل منطقة تعليمية، إغلاق المدارس كان قبل 6-7 سنوات أكثر عشان أكثر زين أكثر، ليش ما كان في خطة؟ لأن بعض المدارس أصبح وكر للجريمة، يعني روضة حمزة خاصة بالذات هذه، هذا يعني مكان صار يعني مشبوه يعني مفتوح من كل مكان، والناس ممكن تدش تتعاطى تسوي جريمة داخل الأماكن هذه اللي هي المدارس، تقريبا يعني 6 مدارس مو شوية يعني، وأحجامها كبيرة يعني. أيضا إذا كانت هي آيلة للسقوط فهذا خطر على الناس يعني اللي بالمنطقة نفسها، يعني كان المفروض على طول في خطة أن أنت سكرت المدارس ابني على طول يشتغل فيهم. بالنسبة لمنطقة العيون أمنيا أصبحت هواة الاستعراض يتجمعون في المنطقة هذه، عشان ما صارت رشة مطر شوي الناس يعني قامت تجمع في المنطقة، يلا رحنا العيون، ففي يعني مشكلة حقيقية قاعد يواجهون أهل المنطقة يعني. إحنا ندري أن الأمن مو مقصر والله، في قاعد نشوف بعيوننا، لكن إحنا مطالبين بوجود كاميرات مراقبة على الدواوير، لازم يكون في كاميرات مراقبة توفر حتى جهد على الداخلية فعلاً، وتحد الناس حتى من انتشار الجرائم فعلاً. لازم مطلوب بكل الدوارات هذه يكون في كاميرات مراقبة، نفس الكاميرات اللي تنظم الطرق العامة هذه. كذلك الزحمة المتكررة اللي من دوار الشمالي إلى دوار مجمع وارة أو دوار المحكمة، هذا الشارع شريان الجهرة، الزحمة متكررة بشكل مو طبيعي، لازم في علاج للزحمة هذه اللي موجودة، كون أن الناس تستغل الطريق هذا في خروجها للجهرة ودخولها للجهرة. طيب أستاذ حمد، أضيف صوتي إلى صوت الزميل فاضل. نعم المدارس اللي ذكرتها الست صارت مرتع، نعم وعندنا بس أنت لازم تعرف الآلية، الآلية الآن هذه المدارس خلاص أخليت مسؤولية جميع المسؤولين وتعود إلى أملاك الدولة، ونعم حتى قبل فترة صار فيها أعتقد جريمة قتل وتم المخاطبة فيها، ولابد من اتخاذ إجراءات، لابد من الهدام، أيدك أيدك، لكن إحنا كوزارة التربية إحنا جهة مستفيدة، يعني اللي ما تقوم في البناء التكدس، يمكن هذا تكرر الموضوع، وأنا أضم صوتي إلى صوتك يعني بالعكس يعني. وأيضا الحلول ما تتم الحلول السابقة بوضع شاليهات، لأن الشاليهات والأمور الحلول البسيطة هذه يعني أنت ما تعالج الخطأ بخطأ أكبر منها، راح تتبع على وياه مشاكل كثيرة. أتمنى وأرجو يعني رجاء خاص من كل من يسأل، أنا أتوقع وجهة نظري أن مع فتح المطلع السنة الجاية إن شاء الله راح يخف العدد نسبة كبيرة نظرا لانتقال الناس. طيب العميد صالح وبعدين مع الاستعراض. بالنسبة لمنطقة الاستتار والرعونة نتكلم عن الأمطار، طبعا الأمطار نتكلم عن على مستوى الدولة، طبعا الجهات الميدانية عندنا في وزارة الداخلية خطة الأمطار تقسم المناطق حسب القوة والدوريات الميدانية اللي عندنا بين الأمن العام ويا إخواننا في شرطة النجدة والمرور، نتقسم على جميع المناطق. طبعا المشكلة الأكبر مو عندك بالعيون، أنا مدير الأمن أقول لك المشكلة الأكبر عندي بالاستتار والرعونة والمدينة سعد العبد الله، أكثر كثافة سكانية وأكثر شوارع أعتقد وقطع، بالإضافة إلى الانتشار الأمني عندنا يكلفنا دوريات أكثر. فمدينة منطقة العيون عندنا طبعا الضبط ضبطيات والشغل والدوريات تتوجه وتسكر، الوعي الأسري عندنا المفروض يعني بالنسبة حق سيارات عيالهم أو شيء، هذه بدايتها. الثانية تجمهر الأحداث خصوصا في منطقة العيون، تجمهر الأحداث بين البيوت، يعني تخيل لما توصل الدورية يدش بيته ويكون ولي الأمر موجود. فإحنا خطة الأمطار موجودة، منع الاستهتار موجود، ضبطياتهم بعد ما نخلص صدقني قاعد نحط يعني حطينا فرق الرصد نسميه احنا فرق الردع، يعني أنا المطر اللي طاف أنا بنفسي يعني يمكن أنا مصور 4 سيارات أنا. طيب عميد صالح شو المشكلة بوضع الكاميرات؟ يعني الكاميرات ممكن تردع العديد من بالعكس
مقترح ممتاز جدا، ما بالعكس. وهذا وضع الكاميرات الأمنية عندنا احنا طبعا الأنظمة الأمنية والإدارة الأنظمة الأمنية متعاونين معانا، اللي هو حطينا كاميراتنا بالدوريات، حطينا كاميراتنا بالطرق، حطينا كاميراتنا بالمخافر. حاليا يعني حاليا المسؤول قاعد يقعد ويتابع المخفر وهو بالكاميرا. تتخيل انه اتصل على المخفر وانا قاعد بمكتبي اقول له اللي وصل واللي طلع واللي موجود عندك شنو موضوعه. فموضوع الكاميرات الأمنية على الطرق الرئيسية اعتقد والتقاطعات الرئيسية المقترح موجود، راح نتمنى العمل في هذا المقترح، راح اتبناه والله، وراح احط لك اياه على الدوارات الرئيسية عندنا في محافظة الجهراء وان شاء الله يتم. عندي تعقيب للأستاذ حمد السعيد مدير منطقة الجهراء التعليمية. أنت ذكرت أن المدارس أغلقت من 6 سنوات. لا أستاذ، أنا معاصر هذا الأمر في الجهراء القديمة، تصحيح معلومتك، في عام 2013-2014 أغلقت مدرسة المقداد ابن الأسود، في عام 2014-2015 أغلقت 4 مدارس وهي المعتصم والجهراء الابتدائية بنات، الجهراء المتوسطة بنات وكاظم الابتدائية بنات. وهذه المدارس اللي أغلقت أصبح الابتدائية ضغطهم على مدرسة عائشة، وهذا ضغط كبير، وانت عارف موقع مدرسة عائشة شلون صاير في وسط البيوت يعني. أضف إلى ذلك صار ضغط على مريم بن طارق وعلى أيضا أم معبد، وصار ضغط أيضا على ثانوية الواحة، وهذا يعني نعاني منه. نعم كلامك صحيح أن المعني وزارة الأشغال، وزارة الأشغال هي التي حددت أنها غير قابلة للتشغيل، بالرقم من أنها كانت بعقود صيانة وترميم 600,000 لكل مدرسة قبلها بسنة. وإحنا ما نقدر نتكلم على تقرير فني، المعني أجزم بأنها صالحة، ولكن التقرير الفني في النهاية له الرأي. ولكن أنتم كمستقبل للخدمة يفترض فيكم كوزارة التربية كمنطقة تعليمية أن تلحوا على هذا الأمر، لأن لا يمكن أن تخرج منطقة بالكامل تحتوي على 3 مناطق مهمة وذات كثافة سكانية من الخدمة في مرحلتين مهمتين. هذا صراحة شيء نعاني منه، وهذا ما يعذركم أستاذ حمد، تقبل مني هذا الكلام. أضم صوتي إلى صوتك. جزاك الله خير الدكتور محمد العويضة، جهودكم مشكورة. الرعاية الصحية في الكويت سواء أولية أو تخصصية تشخيصية لله الحمد برغم الملاحظات الموجودة جدا ممتازة، ولكن مبنى هذا الصرح اللي بناه الشيخ صباح الله يرحمه ويغفر له، المدينة الطبية، للأسف الشديد مدخل ومواقف الحوادث القديم برغم صغره أفضل من مدخل الحوادث الآن، ويعني يا ليت يعاد ترتيبه الآن. هذه حالات طارئة. نعم هناك مواقف متعددة الأدوار وهناك مواقف تخدم المستشفى، لكن الحوادث لها خصوصية خاصة. الأشغال في طريق مهم جدا بس شوي، وعليه كثافة وعليه ضغط من دوار مدرسة المعتصم إلى دوار جمعية المعلمين إذا تعرفه. هذا الطريق تبع قصر، هذا الطريق عليه ضغط خاصة أثناء دوام المدارس، وهو ذو مسار وذو مسارين، وهو طريق واحد يعني اتجاهين طريق واحد، وبالإمكان أنه بصفة استعجال يصبح طريق ذو مسارين، وهذا الطريق دائما تحصل فيه إشكاليات للأسف الشديد. والسبب هذا الأمر، يا ليت تأخذون هذا الأمر، يا ليت يكون من ضمن الأمور المستعجلة. عميد صالح أنا عندي اقتراح. دائما في المخافر لما نجي نبي نسجل أو لوضع معين نجد هناك إشكالية بين متلقي البلاغ وبين من يعطي البلاغ، والسبب أن هناك إشكاليات قد تفوت على بعض الأخوان، خاصة إثبات الحالة. وأنا يمكن لجأت أكثر من مرة إلى إدارة التفتيش بسبب إثبات حالة حتى أستطيع أن أثبت حالة. للأسف الشديد هناك تمنع في إثبات الحالة، وإثبات الحالة هو إثبات حالة قابلة للزوال قد يترتب عليها تبعات. شكرا لكم. شكرا لك، يعطيك الصحة والعافية. أستاذ حمد، الموضوع
يعني أعتقد الكل مجمع عليه أنه متكرر، اللي هو موضوع الكثافات وما بني عليه. بالنسبة اللي تفضلت فيه المدارس، لا المعلومات أنا عندي دقيقة جدا، بس أنا طرحتها بوجه عام يعني، لأن فيه تدرج وزيدك من الشعر بيت أن عندنا مدرسة روضة قبل 3 أسابيع سكرناها في سعد العبد الله، روضة جديدة يعني. يعني يمكن هذه المعلومة إذا ما كانت حاضرة أرجو تكون حاضرة عندك. لا في كتب، وفي كتب استعجال، وفي وما في وزير ما كلمناه، وأنا شخصيا وتألم أن وزير كان من منطقة الجهرة ما قدر يحل الموضوع هذا، أخ عزيز وغالي، ولكن لا لم يستطع يحل، لأن الموضوع عارف أنتم الدورة المستندية وما يسبق له. وهذا الموضوع مو متعلق فقط بالتربية، لا بكل القطاعات، الناحية الأمنية والناحية الصحية والناحية المجتمعية ككل، كلها متعلقة. هذا نعم في كثافات، مو بس منطقة القصر، سعد العبد الله، الواحة، صارت الكثافات إذا ما ينظر لها الآن في نظرة صادقة، أنا أعتقد أن المؤشر ما هو طيب راح يكون. لابد ما نتمنى نوصل لها، لابد أن تكون وقفة، لابد أن تكون وقفة جدية من قبل كل أعضاء مجلس أمة اللي يمثلون هذه الدائرة، لابد يكون لهم دور. نأمل ذلك. نعم. وثقتنا فيهم عالية أكيد، وإن شاء الله يعني يتم الأخذ بهذه الملاحظات وبهذه المقترحات. دكتور محمد تفضل. وعن اللي طرحته وشي، شكرا على الإشادة، جزاك الله خير. الموضوع اللي طرحته فعلا مشكلة كبيرة الآن في الوقت الحالي، أقدر أقول لازم نتكيف معها. احنا مشكلتنا في ناس تقف امام قسم الطوارئ، هو استلمنا المبنى، يعني احنا يمكن ما شاركنا في التصميم، هذا مشروع كبير وعمل على ان هذا افضل طريقة، بس لما حتى احنا استلمناه الان نلقى فعلا يعني لو نزلت سيارتين عند الطوارئ تسكر. فنقول ننزل وروح انت، مثلا المواقف كذلك ناس تجد صعوبة فيها. فإن شاء الله بإذن الله عز وجل احنا لحد الآن المبنى على صيانة الديوان الأميري، ويمكن احنا مقيدين، احنا ما نقدر نغير إذا انتهت فترتهم. الحين كل شيء لازم نخاطبهم، لازم كذا، وراح نبعث لهم كتاب شوف شلون آلية بس اللي حس انه فيه صعوبة لأنه صاير هو في النص، ما تقدر تنقل على أطراف المستشفى من الصب هذا أو الصب هذا. لو لاحظت مبنى الطوارئ مثل ما تفضلت، احنا كان المبنى القديم مداخله أفضل، وكذلك الملاحظات عندي عددها أكبر. بس هذا يعني نقول إنه مفروض إنه ندخل في طور إنه والله بس المريض ومرافقة اللي ينزلون، وسيارة أحد غيرهم مثلا، لأن في صعوبة في تغيير هيكل المبنى والشارع، في صعوبة جدا، بس راح يكون قيد الدراسة ونشوف شو بإذن الله تعالى. مهندس أحمد، سؤال بالنسبة للموضوع القصر الشارع هذا، أنا على استعداد أني أرفع كتاب حاليا لهيئة الطرق للتصميم لتطوير الطريق، ويكون إن شاء الله ضمن العقد اللي راح نشتغله في القصر، بس تحدد لي الشارع بالضبط. لو جمعية المعلمين، أنا مو من منطقة الجهرة، خلاص أبو عبد العزيز ما يقصر، بس خلاص هذا على استعداد نرفع كتاب للتصميم ونطور الطريق بناء على رغبة المواطنين، ما عندنا أي مشكلة في الموضوع. بالأخير تفضل يا دكتورة. نعم، أول شيء أحب أشكر قيادتنا الحكيمة إتاحة الفرصة لنا للتعبير عن ما يدور من مشاكل في خلدنا، وما قصروا إخواني، تطرقوا لكل مشاكل. لكن اليوم بتطرق للمدينة الصحية تحت رعاية دكتور محمد العجمي مدير منطقة الصحية. هي مبادرة من منظمة الصحة العالمية مشتركة فيها، دخلت الكويت تقريبا بأغلب المحافظات. المناطق الداخلية ما شاء الله حازت على المناطق النموذجية، وحاليا تم ترشيح منطقة العيون الصحية أنها تكون نموذجية. لكن أنا بدل ما أقول نفس قالهم لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد، بدل أن نزيد الدوريات والكاميرات ونزيد السرة، في توعية لازم تنبع من داخل الأسرة.
أنا اليوم طبعاً اجتمعنا مع مدير الأمن ومدير إحداث المنطقة التعليمية، وفي صارت لجنة تنسيقية معانا البلدية والهيئة الطرق ومعانا الزراعة، فقاعدين حطينا خطة أن نبدأ فيها. طبعاً مواطنين بسيطين، لا في دعم حكومي ولا سند من نواب ولا سند من وزير، لا لا لا، مبادرة تطوعية من أهالي الجهرة اللي معروف عنهم الفزع والكرم والثقافة، الثقافة مغروسة داخلهم. فأتمنى من إخواني دعم هذه المبادرة وتذليل الصعاب لنا عشان نبدأ إطلاق الحملات التوعوية التنويرية التثقيفية، حتى الأنشطة الرياضية، بحيث مجهوداتنا البسيطة جدا بحيث أن نشغل الشباب وننور الأمهات البسيطات داخل البيت. إن حتى الطلاب في السابق كنا يعني كان يحضرون الندوات تتم داخل المقر، يشوفون تجمع الشباب وين، الطلاب وين، كانت الدينية مع التعليمية مع الأمنية كانوا يحضرون داخل المدارس، يبحثون عن الطفل داخل ويحاولون يورونه الأسس الصحيحة للحياة السليمة. شنو ينقصكم؟ ينقصنا التكاتف والدعم. يعني احنا واجهنا مشكلة مو قادرين نوصل المدارس ندخل نقدم دورات، عندنا متخصصين من عيال الجهرة كلها متطوعين، لكن محتاجين نعزز مفاهيم وقيم بعقول الشباب خاصة المراهقين، دورات تثقيفية. فأتمنى من إخواني مساعدتنا وتذليل الصعاب حيث ننطلق بهذه المبادرة تحت رعاية مدير المنطقة الصحية بإشراك المجتمع في التوعية الصحية. جزاكم الله خير، شرفت فيكم، يعطيك العافية دكتورة. دكتور محمد تفضل. دكتورة ليلى شكرا. المدن الصحية هذا برنامج وطني، في بعض المدن اعتمدت كمدن صحية، هو القصد مو مدينة صحية كثر ما هي مدينة متكاملة الخدمات فيها، وهذا شيء مجتمعي صعب أن أقولها والله هذا دور وزارة الصحة أو دور وزارة التربية. يمكن تطرقنا وناقشت مع العميد صالح وكلمت الأستاذ حمد على السنة المشاركة هذه، ما راح تكون تعتمد على جهة معينة، هذه الجمعيات جمعيات النفع العام وقطاعات الحكومية في المنطقة أو في مدينة العيون نفسها، ولنا الحق بالاستعانة بأي قطاعات أخرى. والمبادرة هذه والمدن الصحية تحت رعاية معاني وزير معاني محافظ الجهرة، ونتمنى إن شاء الله مثل ما تفضلت أن يكون كل مساعد معانا ومشارك، لأن العمل هذا كل حتى الصحة أصلا ما تعتمد على وزارة الصحة بروحها ولا على طبعا جهود إحنا نقول أن في شيء اسمه يعني لو تطرقنا. أنا بالنسبة لي يعني أوقف منابع الأمراض والحوادث أحسن ما أعالجها. طيب أعطيك مصطلح العافية. أستاذ حمد عندك تعليق على الموضوع؟ ودي أقول كلمة يعني لجميع أولياء الأمور أو جميع اللي محبطين، عندكم فكرة يا جماعة أن إحنا العام أول العام تقريبا سيطرنا على معظم جوائز الوطن العربي؟ ما حد تطرق لها هذه. منطقة الجهرة عندنا ماخذين المركز الأول بالقراءة مدرسة علي السالم، وأنا شخصيا متابع وياهم وأنا مشارك وياهم وأتشرف أني كنت عضو في هذا الشيء، ما حد تطرق له. عندنا طلبة راحوا الأردن، منو اللي ما حد تطرق له؟ المجتمع كله، ما حد ما يبرد. يمكن ما كان في تسويق جيد للأمر، ما يحتاج أو إعلان ولكن لو كان عمل غير الإنجاز هذا كان الكل تسابق عليه للأسف. هذه ثقافة اجتماعية. عندكم فكرة أن العام مسابقة الكيمياء في الأردن الكويت حصلت على جميع المراكز الأولى؟ نعم. عندكم فكرة أن طلبتنا بالكيمياء وصلوا إلى كندا وهذا كلها السنة؟ وترى كلها عندكم فكرة عن مدرسة صباح الأحمد رحمة الله عليه المركز اللي مسيطرين طلبتنا، وعندنا 4 طلبة راح يدرسون إن شاء الله. ويعني أنا أمس كنت في مكالمة مع مدير المركز، راح يوصلون لأبعد الحدود، وأنا متوقع الأربعة إنهم راح يصيرون لآلة حق الوطن العربي بإذن الله تعالى. لكن إحنا نحتاج إلى دعمكم كلكم، أكيد أكيد. وزارة التربية
أنا ما أدافع عنها أساس إن أنا ابن الوزارة، لا والله بصدق أبوابنا مفتوحة للجميع، ولكن إحنا عملنا منظم، لكن لا يأتي شيء ومقابلة شيء عشان يكون عندنا ضوابط ومحاضر عندنا لمصلحة عيالنا. نعم جميل. طيب بس اسمحوا لي أنتقل إلى الهاشتاج. عندنا هاشتاج مثل ما ذكرت لكم في بداية الحلقة، وهو هاشتاج اسأل منبر المواطن، يتم المشاركة من خلاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حال كان هناك أي استفسار أو ملاحظة أو إشادة أو أي سؤال ممكن تتطرقون له من خلال هذا الهاشتاج. خلوني أنتقل إلى الهاشتاج الأول والتغريدة الأولى من سعود، يقول مستشفى الجهراء للأسف يشتكي المستشفى من سوء الطاقم وقلته، وهذا المستشفى العملاق يجب أن يكون لديه طاقم يوازي حجمه، وكان هناك اقتراح لا أعلم مدى صحته وهو أنه يوجد طاقم طبي كوري يدير المستشفى بالكامل، وأعتقد أن هذه الفكرة رائعة ونتمنى الاستفادة منهم. دكتور تعليقك دكتور محمد. بفضل الله عز وجل يمكن 2021 كان عندنا إصرار أن احنا ننتقل للمبنى، لأن في ناس قاعدة تشوف هالمبنى قدامها وقاعدة في مباني وأجنحة متهالكة. نعم. وقدامنا المبنى هذا، فكان عندنا إصرار في البداية، كان فيه لا ننطر شركة مشغلة للمستشفى أو كذا، وبعدين الحمد لله بفضل الله عز وجل تم الانتقال، وكان على 3 مراحل، والمرحلة الكبيرة اللي كانت شهر 7 العام تمت على فترة وجيزة، وكانت كلها بطواقم الحمد لله موجودة بالكويت، طواقم وزارة الصحة سواء من أطباء كويتيين وطواقم كويتية وأخواننا الوافدين، وتمت الحمد لله وتم تشغيل المستشفى، والآن احنا قاعدين نقدم خدمات يعني أكيد أفضل من المستشفى السابق. نعم. ودشت عندنا خدمات يعني الحمد لله فضل من الله عز وجل، نقول يستاهلونها هالجهرة، بس ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنها ممكن تكون موجودة. الآن هذا الصرح هذا فيه 156 غرفة عناية مركزة، فيه 36 جناح عمليات، فيه تخصصات صارت يعني الناس تجي تسويها عندنا مثل المناظير والجهاز الهضمي. خلينا نشوف معكم الهاشتاج القادم أو التغريدة القادمة. فهد يقول مدخل الجهراء صوب صناعية الجهراء، ليش ما تحطون شارع خدمة للمطاعم؟ الشارع مكسر واختنقنا من الزحمة والمدخل صار جحيم. تفضل مهندس. بخصوص الشارع الصناعية، اي نعم صناعية الجهراء، في احنا سوينا ذاك اليوم خاص الحفر، سوينا عالجنا بعض الحفر، بس بالنسبة للشارع يحتاج إعادة إنشاء، لأن المعدات كلها شاحنات، وإحنا ضمن العقد اللي الدراسة اللي موجودة راح يتم صيانة من الدوار إلى الدوار شارع البكري اللي هي مقابل الصناعية، المنطقة اللي مقابل المستشفى الجهرة اللي باتجاه منطقة تيمن، الحفر اللي من إشارة المديرية إلى دوار النعيم، هذه جلكم الله مرتع للكلاب الضالة للقمامة نفايات أنقاض من سنوات، وأنا يمكن دزيت للشباب التصوير فيديو اليوم أنا صورته الظهر، بس يمكن ما حطه ماني عارف، نقدر نعرضه بالحلقة إن شاء الله. عرفت، فإذا ليت إذا تشوفها وانتم إن شاء الله مو مقصرين، بخصوص الازدحام المروري اللي قدام المستشفى من إشارة المديرية إلى إشارة المستشفى بالناحية إشارة النعيم، وقت خروج المدارس من الساعة 1 إلى الساعة 3 العصر ازدحام مروري يعني غير معقول، وفي إغلاق مداخل ومخارج من المديرية باتجاه النعيم، وداخل مستشفى الجهرة، الكلام موجه للأخ العميد، ما يعني دكتور مو من شغله يطلع ينظم المرور برا، كلنا يمكن الشباب يدرون الأصفر والأسود أي واحد جاء وقف سيارته صارت زحمة، ما في دوريات يعني بالفترة الصباحية، يمكن الدكتور يدري اختناق مروري داخل المستشفى شيء مو طبيعي، ويسبب اختناق حتى على المنطقة المحيطة بالمستشفى. العميد صار في بالنسبة للزحمة وبالنسبة للتنظيم الازدحام المروري في مستشفى الجهرة كلمني
مدير المنطقة الصحية الدكتور محمد بناصر حاشاني عليها. وفرنا دوريات المرور، طلبنا دورية ثانية زيادة عليها، بالإضافة إلى النقطة الأمنية الموجودة تم صرف دفاتر مخالفات لهم علشان باب الحوادث الطوارئ. احنا عندنا نقطة متواجدة حق الحوادث اللي تعرفون التقارير الطبية مالت المخافر، فصرفنا لهم، تم صرف دفاتر مخالفات لهم لضبط الحركة المرورية الموجودة عندنا في المستشفى، بالإضافة إلى دورية مرور. والشارع اللي تكلمت عنه طبعا إذا دكتور محمد راح ننسق مع الدوريات اللي موجودة، إذا احتاجوا سناد أو دوريات زيادة راح يعني راح نساندهم. بالنسبة حق الشارع اللي تقول طلعت المستشفى يتسكر وانت رايح للدوار باتجاه المديرية، صح ولا لا؟ سؤالك قبل شوي. أيوة ممتاز أخوي، سجلنا ملاحظة عندنا، راح تكون هذه الملاحظة بعين الاعتبار بالنسبة لنا حنا، نأمل ذلك. بالإضافة إلى أن مستشفى الجارة، بنرجع الموضوع التوعية، المركز شو اسمه، مدخل الطوارئ، مدخل الحوادث، مدخل الإسعاف، احنا في دولة يعني المفروض الناس واعية، يعني لما توصل انك انت توصل تسكر مدخل الإسعاف عندك، يعني اضطر اني احط بوابة، يعني حطينا بوابات وحطينا دورية، كل هي محتاجة تنظيم اكثر، يعني تنظيميا اكثر. بعدين نفس ما قال اخوي الدكتور محمد، بالنسبة حق المخطط مال المستشفى في لنا عليه ملاحظات، مو احنا اللي استلمناه، يعني هذه الملاحظات موجودة وعليها اعتقد اقتراحات مرورية خاصة في مستشفى الجارة الجديد. مستشفى الجارة راح يكون عليه تعديل بإذن الله على سالفة الدخول والخروج والمواقف بإذن الله. في أحد المواطنين حاب يشارك معنا؟ تفضل. عندنا بسعد العبدالله قطعة 4 شالوا بيت وزارة الإسكان جزاهم الله خير عشان يسوون لنا مدخل ومخرج. نعم. قاموا بالعمل وإحنا قاعد نشوف، للأسف صار بس مخرج، احنا يغطن القطعة هذه بحدود 700 أسرة. نعم. 700 أسرة الآن يدخلون رونج سايد. لا تخالفونا. 700 أسرة تخيلي قاعد يدخلون رونج سايد، سموها لفة الرونج سايد، صارت مشهورة الآن. فأتمنى من المسؤولين اللي مسؤولين عن هالأمر هذا أنهم يشوفون موضوع لفة الرونج سايد. فعلا. تعقيبي راح يكون، احنا دائما المخرج أو مدخل المنطقة يتم عن طريق إدارة هندسة المرور، هم اللي مختصين بهذا الموضوع يعطونك الموافقة، واللي تطلع عليها لجنة فنية مختصة في سالفة اليوتير. المقترحات دائما تطلع من عندنا، يعني في سالفة الزحمة، في سالفة مخرج ومدخل منطقة، خطوط سريعة تكون عليها تسبب مثلا خطورة على مرتادي الطريق أو أنها تسكر الطريق عليهم، دائما نخاطب فيها إدارة هندسة المرور ويحاجون التنسيق من هندسة المرور تنفيذ عند الأشغال. احنا طبعا كجهة رقابية نقول لك مثلا المنطقة هذه، بس ما صار عندنا في مناطق داخل الكويت اللي صباح السالم غيره صار فيها زحمة، صارت فيها لجنة وزيادة عدد المداخل والمخارج حق المنطقة. عندي آخر سؤالين. أسأل الله يعطيكم العافية ومساكم الله بالخير جميعا، وأشكر المسؤولين على سعة صدرهم، وأشكر وزارة الإعلام على هالبرنامج الذي ترجمة حقيقية للخطاب السامي للسمو الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله. واليوم صراحة هذا هو المطلوب من وزارة الإعلام، أن تكون قريبة من المواطن، لأن بالفعل يعني إذا كل ما اقتربت وزارة الإعلام من المواطنين ابتعد المواطن عن البحث عن أخبار مغلوطة، البحث عن الإشاعات، البحث عن التسريبات، فتكون المعلومة مباشرة من المسؤولين اللي ما شاء الله احنا محظوظين في الجهرة بالمسؤولين المبروكين. موضوع سعادة العميد الاستعراض في منطقة القصر، صراحة احنا عندنا دوار، يعني احنا ما نعرف نزل مطر من خلال التقحيص، احنا قاعدين ببيوتنا نسمع الاستعراض ندري انه نزل مطر. ففي اقتراح ان يكون الدوار لهذا اللي يستخدم الشباب للاستعراض يكون في مثل حواجز او يعني تمنع يعني استعراضهم، تقحيصهم، تعيق حركتهم، بحيث ان تخفف من هالامر هذا. العميد صالح بالنسبة للمقترح بالنسبة للمقترح احنا عندنا كذا مكان خاطبنا فيه هندسة المرور علشان يزيدوا لي فيه، يحطوا لي فيها مكان، واللي هي اللي تتكلم عنها اللي هي اللي تنحط على الارض، احنا العيون العاكسة، الحواجز، ايوه العيون العاكسة، العيون العاكسة نسميها احنا، العيون العاكسة اللي تنحط على الدوار. فطبعا الكلام صار الاسبوع اللي طاف شفويا بعد نزول الامطار اللي توه، بصفتي
كلمتم شوفوي على اساس انه نشوف، قالوا لي خلاص حدد لي المناطق اللي تبيها باذن الله مقترحك احنا مفكرين فيه، لكن جزاك الله خير واحنا راح نقوم فيه بالكامل. هذه موجوده يعني. تفضل. طبعا الاخوان والاخوات يمكن غطى اغلب الملاحظات اللي عندي، لكن بس بضيف اذا ممكن رسائل سريعه. كنت اتمنى جهات ثانيه ممثله مثلا الهيئه العامه للصناعه والزراعه، لان احنا يسمعونك في حال نعم. عندك اي سؤال او مقترح نعم. تفضل تكلم. بالنسبه للصناعه طبعا علاقه المنطقه منطقه الجار الصناعيه، نعاني من شوارع المنطقه ما تشمل الاشغال، الخدمات تشمل الصناعه، تطوير الشوارع بالاضافه لسوء تنظيم المنطقه الصناعيه، صممت على احدث الطراز لكن للاسف المخالفات اللي صارت المنطقه الصناعيه الان شبيهة بالشويخ، صارت تقريبا يعني كانت منطقة حديثة لكن الآن توزعت، صغرت المحلات وضاقت الأرض الصخر. بالنسبة للأشغال فيما يخص المنطقة الصناعية لتطوير الشوارع المحيطة المنطقة الصناعية، يعني يمكن ذكروا الإخوان شارع مطاعم، لا مو بس شارع مطاعم، الشوارع المحيطة المداخل المنطقة الصناعية كلها بحاجة إلى صناعة إلى صيانة كاملة. الإخوان بالبلدية يعني موضوع إزالة الأنقاض أن يكون ردة فعل أو شكوى بالواتساب، هذا يمكن إجراء صراحة مفروض يكون في مبادرة من البلدية نفسها المتابعة حاليا. لو أخذوا الإعلام لف أغلب شوارع الداخلية، مركزين الإخوان البلدية مركزين البلدية اسمح حين مركزين على الشوارع الرئيسية على أساس مرور مسؤول وغير، لكن الشوارع الداخلية المناطق السكنية تتراكم فيها الأنقاض والزبائن أسابيع بل أشهر، وينتظر المسؤول اتصال من مواطن هذا عشان يصير فيه ردة فعل. المفروض أن في مراقبين موفرين لهم سيارات البلدية ما شاء الله، المفروض يكون في جولات يومية لشركات تنظيف تأخذ ملايين الملايين تلزم بإزالة الأنقاض، وبنفس الوقت مخالفة المقاولين اللي يتركون الأنقاض في المناطق السكنية. جزاكم الله خير. يعطيك الصحة والعافية. المهندس تامر الطيري. نقطة بخصوص النقطة الأولى اللي هي الأنقاض رمي الأنقاض. طبعاً هي ما هي بس ردة فعل، في تم توزيع على كل الموظفين توزيع يسمونه جغرافي خاص للمنطقة. والشكوى هذه تهم كذلك تحاسب إذا كان في تقصير من الموظف نفسه وتم محاسبة الموظفين. هذا اللي ما قام بدوره وما قام كشف الدوري على المناطق، حتى المناطق الداخلية أو الشوارع الداخلية. وفي عندنا رح نطلق خدمات إلكترونية تراقب الموظفين، أعطي المنطقة أعرف دخل ولا ما دخل المنطقة، راح يصير هذا تتبع له، وهذا راح تحل هذه المشكلة. تعرف الأدوات أو البرامج الآلية تقضي على هذه، لأن يصير متابعتها أدق أسهل، تتبعها رجوعها. كذلك عندنا برنامج الشكاوي راح توصل، راح نطلقه غير الشكاوي الموجود، راح توصل والمواطن يعرف وين شكواه راح توصل، يعرف هل تم الرد عليه ولا لا، مو ينتظر كتاب أو مراسلة أو يراجع مرة ثانية في شكوى نفسها. عن طريق راح يصير عن طريق برنامج سهر تعاون مع عن طريق البطاقة المدنية عشان تكون صفة صاحب الشكوى، راح يبين له وين وصلت شكوى وين قام. إذا ما تم أخذها راح ترفع لي المسؤول الأعلى، المسؤول الأعلى إلى أن تأخذ وترجع، وراح يتابعها المواطن نفسه. فهذا إن شاء الله راح نقضي على هذه المسألة. هناك كذلك ثقافة من اللي قاعد يبني، إحنا كمواطنين، البنيان أنت كلفك كمقاول، من عيزان تعطيه زيادة فلوس يقطع، أنت معطيه الآلاف، أنت مواطن شلون ترضى أنه يقطع انقاضة قدامك؟ هذه واحدة. الثقافة هاي تنقصنا، طلعنا تعميم بمحاسبة كذلك صاحب البيت إذا ما يحط حاوية عند البيت في حالة البنيان، إذا تم اكتشافه انقاض راح نحمل إياها. هذه الأمور راح إن شاء الله اللي هي تطبيق القانون بإذن الله والكشف الدوري ومتابعة الموظفين راح تقضي على هذه المسألة. مهندس أحمد، بس إذا عندك تعليق بشكل سريع لأن تجاوزنا وقت البرنامج. أول شيء نشكر المهندس خالد، هو معلمنا أساسا في الأشغال. يعني بالنسبة للملاحظة بالصناعية والطرق المحيطة بالصناعية، أنا أعتقد أنها ضمن يعني الخطة اللي إحنا موجودة في العقد اللي مستقبلا راح يكون موجود بإذن الله. أنا قاعد أقول الكلام هذا لأني جلسنا ذاك قبل يومين مع الوزيرة،
وكان الموضوع العقود الخاصة بقطاع الصيانة، من ضمنهم عقدين للجهرة. فأنا ما تكلمت هذا من الثقة هذه إلا بدعم من الوزارة ومعالي الوزيرة أساس أن تسرع العملية للعقود. فأنا أقول لكم الكلام هذا بصراحة، العقود اللي راح تكون للجهرة راح تشوفون النقلة الجديدة. مشاهدين، المواطن قال كلمته اليوم، ممكن مو كل القضايا يعني تطرق لها بشكل مفصل، لأنه يعني وقت البرنامج، وإحنا يعني هذا البرنامج مهما طال وقته فهو ضيق. والمسؤول أيضا قال كلمته اليوم وجاوب على بعض الأسئلة من الإخوان المواطنين، حتى لو ما قال كل شيء ممكن لأسباب موضوعية، لكن إحنا اليوم كإعلام الشعب حلقة وصل ما بين المسؤول وما بين المواطن في هذه المحافظة تحديدا في محافظة الجهرة. نبي من المسؤولين إخواننا وعد بعد ما سمعتوا المشاكل من إخواننا المواطنين سواء الحاضرين معنا أو من خلال الاستطلاع والهاشتاغات، نبي منكم وعد سريع لو بدقيقة كل شخص في مجاله. دكتور محمد نبتدي معك، شنو توعد المواطن اليوم؟ كل الملاحظات، كل هالاستفسارات راح تكون قيد الدراسة، في أشياء ممكن حلها في فترة وجيزة وقريبة جدا لأنها بالإمكان، في بعضها تحتاج تكون على خطة يعني متوسطة المدى، وفي بعض الأمور لا خارجة عن نطاق المنطقة الصحية راح نرفعها للجهات المختصة في الوزارة، وما راح نترك أي اقتراح أو أي استفسار أنا راح نجاوب عليه إن شاء الله. العميد صالح، وعدك شنو؟ بإذن الله طبعا التعليمات والتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لنا واضحة كمسؤولين بالنسبة لنا احنا في عموم قطاعات وزارة الداخلية، اعتقد يمكن اقرب وزارة او اكثر وزارة لها اتصال كامل مع المواطنين، مكاتبنا مفتوحة لكم، اقتراحاتكم كلها تحت يعني عين الاعتبار. بإذن الله نكون عند حسن ظن الجميع، وللأمانة أشكركم جميعا على هذا الطرح الراقي والله العظيم، والاستفادة من حتى من أنا أعتبرها حتى توجيهات منكم. بنفس ما قال أخوي أحمد، ترى إحنا قبل أن نصير مسؤولين إحنا مواطنين، يعني اللي يتكلم عن الزحمة أنا أوقف الزحمة، نعم. اللي يتكلم عن الصحة أنا راجع المستشفى فعلا. اللي يتكلم عن المرور أنا فإحنا لما نخدمكم بالأساس قاعدين نخدم وطننا، وقولوا آمين، دعونا بالتوفيق، عسى الله يعيننا بس على هالأمانة ويوفقنا وياكم. أستاذ أحمد السعيد، أستاذ حمد السعيد وعدك للمواطنين. الملحوظات كلها بعين الاعتبار، وأنا أغلبها متفق وياكم، بس كلمتي لوحدة، أدوارنا تكاملية يا جماعة، أدوارنا تكاملية، جميع القطاعات نعين ونتعاون مع بعضنا البعض، لحد يلقي المسؤولية على غيره ويتخلى عن مسؤوليتنا. أدوارنا كلها تكاملية، وبالعكس احنا يسعدنا ان نشوف الافضل، والافضل قادم باذن الله ان شاء الله باذن الله تعالى. المهندس ثامر، نعم، احنا ان شاء الله راح نطلق خدمات الكترونيه تسهل على المواطن، وخدمات تكون اللي هي تبسيط الاجراءات وسرعه انجازها ومتابعتها، وكذلك تطبيق القانون. الخدمات هاي شغلنا عليها وراح تنطلق قريبا يعني ان شاء الله، هذا وعد مني ان شاء الله، وراح تشوفونها وراح تكون ملموسه باذن الله. المهندس احنا باذن الله ان شاء الله بناء على اقتراحات المواطنين والخطه العامه للاشغال راح تكون ان شاء الله باذن الله خطه طموحه، وتعاون المواطن اهم شيء. تعاون المواطن لما يتم العمل بالطرق وتجاوبه معانا احنا راح ننجح بالعمل ككل كفريق واحد. هو الهدف العام ان نكون فريق واحد نخدم بعض، إن شاء الله بإذن الله نكون نقدر المسؤولية في حل المشاكل، والوضع يكون إن شاء الله بمحافظة الجهرة يكون جيد بإذن الله بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا اليوم، شكرا لسعة صدركم وتلبية هذه الدعوة. الشكر موصول أكيد للمواطنين اللي حضروا معنا في هذه المحافظة، وشكر موصول أكيد لكم أيضا مشاهدينا الكرام في متابعة هذه الحلقة من منبر المواطن. البعض سألني ليش سميتوا الفقرة الأخيرة وعد مسؤول. الوعد بالنسبة لنا عهد، وإحنا أهل الوفاء بالعهود، ومثل ما يقول المثل هذا الميدان يا حميدان. المواطن هو الرقيب الأول على شؤون منطقته وعلى شؤون محافظته وأيضا على شؤون بلده. كلنا مسؤولين اليوم، مسؤولين أمام حاضرنا ومسؤولين أيضا أمام مستقبلنا. إحنا بعد عندنا وعد أن نوصل صوتكم، عندنا وعد أن نتكلم بكل شفافية ونطرح المشاكل وأيضا نطرح الحلول
ونكون منبركم في منبر المواطن. بعد هالحلقة نرجع نقول للمسؤول خل بابك مفتوح واسمع لأهلك وإخوانك المواطنين والمواطنات في هذه المحافظة ولمعرفة مشاكلهم ووضع الحلول لها. وأقول أيضا للمواطن لا تتخلى عن دورك وخلك متمسك فيه، ساهم وشارك برأيك واقتراحاتك، لأن الكويت يبنيها الجميع. تصبحون على خير.